تستعد حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لانطلاق أول سباق ليلي لهذا الموسم الذي سيمثل احتفالا بالذكرى 11 لسباق الفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2015 الذي سينطلق من يوم غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل وتحديدا في الفترة من 17 حتى 19 من إبريل الجاري. حلبة البحرين الدولية أعلنت عن بيع جميع مقاعد منصة الجامعة الأولى والثانية وتدعو الحلبة الراغبين في شراء التذاكر لسرعة شراء تذاكرهم للمنصات الأخرى كمنصة المنعطف الأول، منصة باتلكو، منصة الفوز ومنصة الجامعة الثالثة ليضمنوا حضورهم لسباق هذا العام. وينطلق سباق هذا العام إلى جانب جدول حافل من الفعاليات الترفيهية والسباقات الدولية والحفلات الغنائية حيث ستكون أروع عطلة نهاية أسبوع. وسينطلق سباق هذا العام كسباق ليلي بينما ستفتح حلبة البحرين الدولية أبوابها يوميا خلال أيام السباق من الساعة 11 صباحا وحتى 11 مساء حيث ستزحم حلبة البحرين الدولية بجدول حافل من السباقات الدولية والإقليمية والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية. تعمل إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بكامل طاقتها البشرية لضمان انسياب حركة المسافرين القادمين لمتابعة سباق الفورمولا 1 الذي تستضيفه مملكة البحرين سنويا. شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تتخذ قبل بداية الموسم كافة استعداداتها والعمل بكل طاقاتها للمساهمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في جعله موسما ناجحا من حيث التنظيم الإداري حيث تقوم بإصدار التأشيرات لزوار هذه الفعالية بطرق عديدة. الإدارة خصصت عددا من الكونترات بمنافذ الدخول لزوار الفورمولا 1 لذات الهدف من خلال موظفين على كفاءة عالية إذ يتم إصدار تأشيرة متعددة الدخول لمدة أسبوعين من تاريخ 5 إبريل 2015 ولغاية 19 إبريل 2015. وحول هذا الموضوع يسرنا نستضيف الشيخ أحمد بن عبد الله الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. مساء الخير. مساء النور. في البداية طبعا نبارك لكم إقامة الموسم الجديد لسباق الفورمولا 1 والسباقات الليلية المتميزة والتي حصلت على صدى كبير في العام الماضي. الشيخ نود أن نتعرف على أبرز الجهود التي قمتم بها لتسهيل فيما يتعلق بالتأشيرات للمشاركين في دخولهم لمملكة البحرين حضور هذا السباق الهام. في البداية نحب نشكركم على التغطية هذه، وهو طبعا حسب توجيه معالي وزير الداخلية ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات بالتسهيل الإجراءات قمنا بالفتح للتقديم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني اللي هو evisa.com، وفعلنا خصصنا قسم خاص بالإدارة لتقديم الطلبات لطلبات السباق اللي هو الإفوان، وقمنا بعد فتحنا في الإجازات الرسمية اللي هي الخميس اللي هي الجمعة والسبت، ونحاول بقدر ما نقدر مررنا الموظفين ودربناهم على سرعة صدار التأشيرات لسباق الفورمولا 1. نعم، عادة الشيخ تكون الاستقبالات في المطار في أي عند حدوث أي حدث يعني أو مناسبة أو كرنفال أو مؤتمر مهم يكون يعني بداية استقبال الزوار أو السواح واضحة كواجهة في المطار عادة، ماذا عن استعدادكم فيما يتعلق في هذا الجانب؟ هذه طبعا في المطار البحرين الدولي خصصنا كباين خاصة لزوار سباق الإفوان يعني لزوار السباق هناك. نعم. يكون عندهم عدد كونترين هناك موجودين هو خاص للزوار، يسهل اجراء اصدار التاشيرات بشكل اسرع وافضل. اي نعم، في شكل الاصدار يكون بشكل فوري هناك. نعم، فيما يتعلق يعني بشكل عام حول يعني اصدار التاشيرات السريعه، هناك ايضا ذكرنا قبل قليل تاشيرات متعدده السفرات كلها تاتي ليس فقط في اطار الفورمولا 1 انما لدعم السياحه والاستثمار بشكل عام في مملكه البحرين، ما تعليقك على هذا الجانب وما هي ابرز الجهود التي تقومون بها في هذا الصدد؟ هما حسب الاجراءات الجديده هو قمنا نصدر تاشيرات متعدده السفرات. في السابق كنا نصدر تاشيرات لدخول المملكه لمره واحده وحال خروج الشخص تنتهي اللي هي تاشيرته. الحين قمنا نصدرها متعدده
لتسهيل إجراءاتهم في دخولهم وخروجهم من المملكة. وهذه يعني سهلت على السياح والمستثمرين هو الدخول والخروج للمملكة. ومنها هو نفس الطريقة حق تأشيرة الإف 1، هي تكون متعددة السفر لمدة أسبوعين. نعم، كيف وجدتم الإقبال على إصدار هذه التأشيرات؟ يعني نحن نعلم بأن غالبية الذين سيدخلون إلى هذه السباق هم من دول الخليج طبعا، ولكن أيضا هناك يعني إقبال كبير حتى من دول العالم لحضور هذا السباق تحديدا في مملكة البحرين. هل لديكم إحصائيات أو مثلا يعني نسبة معينة تذكر؟ هما يعني الله يسلمك، الإحصائيات لحد الآن هي ما تكون واضحة لأن هي بتكون في قابلية للزيادة. بس إذا نقارنها بالسنوات اللي مضت، يعني هي كل سنة عن سنة ما شاء الله تكون الأرقام في زيادة. نعم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى أيام حافلة بالمتعة والإثارة. شكرا لك الشيخ أحمد بن عبد الله الخليفة، مدير إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. شكرا لك. وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية بمناسبة إقامة سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في مملكة البحرين في الفترة من 17 لغاية 19 من إبريل الجاري، وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج هذا العدد الكبير من المركبات لمواقف حلبة البحرين الدولية في أقصر وقت ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله، وبإشراف سيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة، تم إعداد الخطة المرورية اللازم لاستقبال الحدث العالمي جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1 17-18-19 إبريل 2015. بداية ترفق الحركة المرورية دوار عوالي، وهي للقادمين من شارع المعسكر وأيضا شارع الشيخ سلمان، وصولا الحركة المرورية على دوار عوالي الرئيسي باتجاه دوار عوالي الجنوبي، مرورا على تقاطع الإشارة الضوئية مدخل الصخير، وأيضا مرورا بدوار قصر الصخير، وإلى إشارة تقاطع الإشارة الضوئية الفروسية، وأيضا كوبري الزلاق. تتلاقى الحركة المرورية من دوار عوالي في اتجاه الغرب مع الحركة المرورية للقادمين في اتجاه الجنوب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وأيضا للقادمين من دوار 22 مدينة حمد في إشارة الجامعة، وصولا بالحركة المرورية إلى تقاطع خليج البحرين بشارع الزلاق. تنحرف الحركة المرورية يسارا على شارع خليج البحرين، وأيضا مرورا بالإشارة بوابة الجامعة الغربية إلى الإشارة مدخل الرئيسي للحلبة المدخل الأول، والذين يحملون البطاقات من 1 و2 و3 و4 و5 و12 و13، وأيضا هناك إشارة مدخل الحلبة الجنوبي الغربي المدخل الثاني لأصحاب البطاقات الذين يحملون 6 و7 و8 و9 و10 و15 و16. وتنقسم المواقف هنا في حلبة البحرين على يمين الحلبة 6 و7 و8 و9 و10 و15 و16، وعلى يسار الحلبة 1 و2 و3 و4 و5 و12 و13. ولدينا مكتب حوادث لمباشرة الحوادث البسيطة الذي ليس إصابات في موقف 10. إرشادات ونصائح مرورية. تهيب الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتعليمات رجال المرور المنتشرين بالقرب من التقاطعات القريبة من موقع الحدث، الالتزام بوضع الملصق المخصص للموقف في مكان بارز في الزجاج الأمامي للمركبة، الحضور المبكر للحدث وقبل بدء الفعاليات السباق بوقت كافي، الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المرافقة للحدث، وعدم الاستعجال في الخروج. لغير الراقبين في حضور الحدث تجنب استخدام الطرق المحيطة بموقع الحلبة تفاديا للاختناقات المرورية.